انا مشاركه في فيلم الشاش، عامله دور ضيفه شرف، بس الحمد لله يعني دور يعني هو مش كبير بس الحمد لله مؤثر شويه. بس عامله دور بنت راجل متعصب دينيا جدا، وبيت بقى يعني متعصبين كلهم دينيا وبتاع، فالبنت يحاول لها رب عايشه مأساة، وهي المفروض اختها اللي هي زهره او زهره اللي هي صاحبة حريفة الغالي، وهي بتموت وهي بتولد اللي هي أختي مفروض. بس فالطفل بيفضل معانا، والبنت بقى عايشة حياة مأساوية جدا، باباها بيضربها ومامتها بتحوش وكده يعني. والبنت ما يعني لو ما بتتكلمش خالص، هي مش خارصة يعني، لو ما بتتكلمش اللي هو ما بتحاولش مثلا تدافع عن نفسها أو كده. بس كلميني، طب انت ايه اللي شدك في الشخصيه عشان تجسديها في فيلم القشاش؟ هو طبعا انا اول حاجه شدتني الفيلم نفسه حلو جدا، وفي كميه نجوم بطريقه رهيبه يعني، كلهم يعني كلهم ما شاء الله نجوم كبار، معروفين جدا. طبعا اسماعيل فاروق المخرج طبعا ده برضو خلاني انضم اكتر للفيلم. فيلم زي ما قلت لك قصته حلوه جدا، قريته طبعا. بس ده دوري، انا اول مره اعمل محجبه وبنت راجل متعصب دينيا، فقلت برضو يعني اشوف ايه وكده. بس كلميني بقى عن كواليس العمل، ومعاكي طبعا حورية فرغالي ومعاكي محمد فراج، كلميني بقى التعاون الجميل ده. طبعا حورية فرغالي دي قمر يعني بعشقها، طبعا هي شخصيه لذيذه جدا، وكنا بنقعد نهزر طول هو كان يومين اصلا تصوير، فكنا بنهزر مع بعض وكده. بس ومحمد فراج طبعا برضو يعني سكر، مش عارفه اقول لك ايه، اميزنج. بس كل الكاست كان يعني ما شاء الله، كل الكاست كان تحفه. المخرج نفسه كان بيتعاون معانا بطريقه كبيره. بس يعني حبيت جدا يعني كنت حابه جدا المشاركه فيه، وكنت يعني سعيده وانا بشارك في الفيلم جدا. بقى منا بتحضر ايه الفتره الجايه؟ لا هو دلوقتي بقى مفيش اي اكسكلوسيف ولا اي حاجه، لان الدراسه بقى وكده، فان شاء الله يعني. بس في الام بي سي جروب احنا بنتكلم في حاجه دلوقتي، بس مش اكيده او يعني لسه ما قررناش ايه هي. مش بروجرام، هو عمل يعني، مش بروجرام يعني، هو عمل كده وبتاع، بس لسه بنحضر ان شاء الله، لسه برضو بنتكلم فيه وان شاء الله يكمل. وبس شكرا جدا معانا يا ميدا، نورتنا في اخبار اليوم. ربنا يخليك، انت منوري.